وخليك كره ظهوري وانا حرقك ودي شيء ضروري. خليك معي. شاب هون بيقول لي عدد الغدد، كل الشكر والاحترام والتقدير لك، عدد الغدد. واليوم عملي بدنا نعمل لك اياه. هذا اول غده، الغده اللي في الفخذه المتعارفه اللي كله بيعرفينها بين الشيخه والشيباي، بتيجي هون غده. الغده الثانيه بتيجي في الحوض، حوض الفخذه هيها، هاي 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 هي في حوض الفخذه بتيجي غده هيها، هاي مبينه. الثالثه والكل بيعرفها اللي بتيجي في الرقبه، هاي الرقبه هاي تيجي هون. الرابعة اللي اللحامين ما بعرفهاش وابو راس مربعة ما بعرفهاش، هاي الرابعة وبتحدى فيها تحدي ان حد يعرفها، هاي في القص هاي شايفينها، افتح لكم بالسكين هاي. عدوا معي، واحد اثنين ثلاثة اربعة، وفي واحدة مخفية في اللوحة، لوحة الايد، لوحة الايد في واحدة مخفية من جوا من عند عرق النسع. يبقوا قديش؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة في النص. يبقى الخروف فيه كم واحدة؟ في عشرة. وتحدي فيها وعملي. كل سنة وانت